بدنا نكمل conversion of dosage to ml per hour. المثال نفس الجزء اللي قبل في قانون، بس انا بدي احل بدون القانون. المثال بحكي you have infusion of dopamine 800 milligram in 500 ml. The dose is required in 2 microgram per kg per minute for patient weight 68 kilogram. What is rate in ml per hour؟ ناخذ المعطيات. الدوبامين في 800 ملي جرام ان 500 ام ال. هي اول شغله. ثاني اشي بدي اعطيه ريكوير اللي هو 2 مايكروغرام بير كي جي بير مينت. معطى رقم 3 البيشنت ويت 68 كيلوغرام. المطلوب مني ام ال بير اور، وهي الجزء اللي بدنا نحل على اساسها. اول شغله رح نبدا نحل فيها انه احنا بدنا نحول نشتغل على هاي الجزئيه اللي هي بدي انا احط وزن المريض فيها. نحكي 2 مايكروغرام ضرب البيشنت ويت بير مينت، نتركها على جنب. 2 مايكروغرام البيشنت ويت كم؟ 68 ويساوي 163 مايكروغرام بير كي جي. اذا هذه كانت ستيب نمبر 1. ستيب نمبر 2 بدي احول انا، لانه بده اياها بالمينت، فاحنا بدنا نحول من اورز الى مينت زي الجزء السابق. نضرب ب 60 هي رقم 2 اللي هو راح الوقت عندي اللي هم راح اضرب هدول في 60. 136 مايكروغرام ضرب 60 ويساوي 8160 مايكروغرام صارت بير اور. تمام. اذا هاي ستيب نمبر 1 جوابها، هاي ستيب نمبر 2 جوابها. ستيب نمبر 3 بدي احول هاي من مايكروغرام الى ملي جرام، وبطريقة التحويل بنضرب بنقسم بنقسم في 1000. 8160 تقسيم 1000 ويساوي 8.16 ملي جرام بير اور. ستيب نمبر 4، بعد ما حولنا من مايكروغرام الى ملي جرام، هلا بدنا نوجد اللي هو الحل اللي هون حكينا. خلصنا وجدنا ملي جرام بير اور، هو بده اياها ام ال بير اور. تمام. بدي ارجع اعيد قبل ما اكمل الحل فيها. ستيب نمبر 1 اللي هي بدي احول، انا بدي افرغ وزن المريض 2 ملي مايكرو جرام بدي اضربهم في وزن المريض. ستيب نمبر 3 بدي احول من اور الى مينت، فالجواب اللي طلع معي بضربه في 60 طلع معي الجواب 8160 مايكروغرام. بدي احولهم لاور بقسمهم على 1000، بما اني بدي اقسم على 1000 بيطلع الجواب 8.16 ملي جرام بير اور. والسؤال بده اياهم بالام ال بير اور، هذا المطلوب مني. بنيجي احنا على السؤال، نحكي هو حكى لي 800 ملي جرام بدي اياهم موجودين في 500 ام ال. تمام. طيب هذا الرقم 8.16 ملي جرام كم ام ال موجودين؟ عشان انا بدي اوجدهم ام ال بير اور، فانا بدي احول من ملي جرام الى ام ال. تمام. فراح اعمل عمليه ضرب تبادلي 8.6 ملي جرام ضرب 500 ام ال تقسيم 800، والجواب يساوي 4000. إذن 4080 تقسيم 800، والجواب النهائي بيكون 5.1 ml بير اور.
اذا الجواب النهائي. تمام، في حال انا كنت بدي اشتغل على القانون، القانون بحكي لنا كالتالي عشان اسهل عليكم الحال. قانون التحويل من ml الى hour، volume to be infused ضرب dose ضرب الويت ضرب 60 على الاماونت اوف دراج ضرب 1000. تمام، بدنا نحط في عين الاعتبار شغله مهمه. اذا كان معطيني بالسؤال مايكروغرام بدي احولها لمليغرام، اذا ما كان معطيني اياها من مايكروغرام يعني هي مليغرام، فيش داعي انا اعمل جزئيه تحويل الى مليغرام، فبالمقابل هاي الالف انا ما بعملها ملغيه. تمام، اذا كان معطيني طالب مني الوقت بير اورز بدي اضرب في 60، اذا ما كان معطيني الوقت بير اور معطيني اياه بالمينت ما في داعي اضرب في 60. هلا انا بدي افرغ المحتويات المطلوب مني بشكل كامل علشان افرجيكم كيف انا حليتها. تمام، الفوليوم تو بي انفيوزد اللي هو 500 ضرب الدوز اللي هي كانت 2 مايكروغرام ضرب البيشنت ويت كان 68 ضرب 60، الاماونت اوف دراج اللي هو كان عبارة عن 800 ضرب 1000. بدي افرغها، 500 ضرب 2 ضرب 68 ضرب 60 تقسيم 800 ضرب 1000. واذا بتنتبهوا هنا احنا نفس الاشي amount of ضرب 1000. عشان نوجدها وانه راح افرجيكم انه راح يطلع نفس الاجابة، 500 ضرب 2 ضرب وزن المريض 68 ضرب 60، والجواب بطلع 4,080,000 تقسيم 800,000. صفر بروح مع صفر، تمام، صفر مع صفر بصفي عنا اللي هو 408 تقسيم 80. اذا بتنتبهوا نفس ما طلع معنا هون بحلو شلنا اصفار، اذا الجواب النهائي راح يكون 5.1 ml per hour. تمام، بتمنى يكون المثال هذا واضح. ناخذ